جامعة الشتوية الدورة الثانية أو النسخة الثانية واللي كنعقدوها كما السنة الماضية بشراكة مع جامعة الأخوين اللي مشكورة وفرت لنا كل الإمكانيات لإنجاح التظاهرة الشبابية الأساسية كما نجحت تظاهرات السنة الماضية. كما كتعرفوا كاينه واحد الخطة كانت طلقم استراتيجية عند الوزارة هو الاهتمام بشباب مغربة العالم الجيل الثاني والجيل الثالث وبعض الأحيان بداية الجيل الرابع. الوزارة تعودت أنها كتنظم هذه الجامعات الشبابية. في البداية كان العدد ما كيتجاوز 120 مشارك ومشاركة. لقينا بأنه كاين إقبال كبير وطلبات كبيرة على المشاركة، لذلك نجنا واحد استراتيجية ألا وهو توقيع شراكات مع مجموعة من الجامعات المغربية ومع مجموعة من جهات المملكة المغربية باش يكونوا مساهمين معنا بشكل مادي وبشكل معنوي في تنظيم هذه التظاهرات. لذلك انطلقنا من جامعة واحدة والآن وصلنا 5 الجامعات، كان 120 مشارك ومشاركة، الآن وصلنا ل 560 مشارك ومشاركة سنويا، وكنأملوا أننا نضاعفوا هذا العدد في السنوات المقبلة. وكنقرا في إنجلترا التاريخ شاركت في هذه حيتاش شفتها في الانترنت الدعايه ديالها، والعائله دعمتي عملاتها صيف اللي فات وقالت حاجه مزيان نعاوناتها وتانا بغيت نعملها، ودابا ان شاء الله بدينا في الحق ماشي مزيانه الحمد لله، وتعلمت بزاف على المغرب وتعرفت على مغاربه بزاف من اوروبا كامله من المانيا من اسبانيا من فرنسا مزيانه. كنقرا في ميدان التمريض في ايطاليا، كنقرا في الجامعه ديال بادوفا، وجيت لهاد المبادره حقاش اجمل حال بزاف نتلاقى مع مغاربه اخرين من كاع العالم ونتعرف على افكار ديالهم والحاله ديالهم في البلاد الهجر، وانا فرحانه بزاف حقاش ما كتبليش نتلاقى بالمغاربه في ايطاليا كاينين ولكن ماشي بزاف البلاصه فين كاينه انا. ايوا زعما المبادره عاونتني بزاف باش نتعرف على اكثر على الثقافه المغربيه ونتعرف اكثر حتى على ناس اخرين، وبهذه المناسبه بنشكر الوزاره الجاليه والملك الله ينصره والمغرب كامل، ونشكر حتى الاذاعه اللي عطاتني الطريقه باش نعبر التفكير ديالي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.